فيجو، نجحت يا فيجو، نجحت. بالراحة يا فيجو، بالراحة يا عمتي، هتموتنا يا بنت. فرحان بيك يا بنت، مش نجحتي وخدت المكنه ده، كان مش عارفه انطقها. ما تقطعش بس، ادفع المصاريف الاول واخد الشهاده، وبعد كده بقى نبقى نسقطك براحتنا. هتدفعي المصاريف يا بنت. بقول لك ايه، الموضوع ده عندي انا اللي خلصتهولك. خلصانه، اتكلم على قدك بس انت لاقي تاكل. الله، لا طب ليه القهوه ده؟ طيب يا عم بهرج معاك، انت قفشت، خرج روحك من الحوار ده، الله يبارك. هو انا بقول لك هسرق لك الشهاده؟ انا راجلك، انا اللي هتصرف. ايوه هتصرف ازاي في 3000 جنيه يعني؟ ولا انت عايز ترجع تاني توزع الهباب اللي ما صدقنا بعدت عنه؟ لا متشكره، مالكيش فيه بقى. مالكش انت فيه يا فيجو، انا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلانه في الساحل الشمالي. سياحه حلوه. حط صوت. ساحل شمالي ده اللي تروحي لوحدك؟ مختوم انا في ايه؟ هتلم علينا الناس. الله، بقول لك شغلانه حلوه يطلع لي منها قرشين حلوين بدل الملاليم اللي انا باخدهم من المول. خلاص يبقى رجلي على رجلي. رجلك على رجلي ايه؟ هتيجي معايا الشغل اقول لهم جايبه معايا ابن اختي؟ بقول لك يا فيجو، انت نقطتني. سلام، عمال تزعق وعامل الحوار. بص، لو انت جدع قوي كده حوش قرشين عشان نطلع مقدم الشقه ونتجوز ونخلص. يا بنت، يا بنت استني يا بنت.